كنت بان صغير كي راكم لاباس صحيح راك فيديو حي كي راكم لاين نحن مع جماعه شؤون الدنيا ما تبقاش نحكوا لي شؤون الدنيا راكم عارفينهم كي دايرين قول انا معك الطابلي اشوف فيها شوفوا صورني اي شوفك ماذا تقول يا اخي عبد الوهاب هذا النهار ان شاء الله التالي رانا ماشيين مروحين لمكه ان شاء الله ان شاء الله درك نودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ايوا وبعدين أبيار علي بعد الظهر نقلعوا إن شاء الله ونحرم ومباشرة إلى مكة المكرمة إن شاء الله حنديروا طريق حوالي شوف من الساعة الثانية من الساعة الثانية إلى حوالي الساعة العاشرة إيه ما حساب إزارة التوقف إن شاء أوكي؟ الله إن شاء الله رانا في قادر. رانا في باب السلام الله يودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانتجهوا لي مكة المكرمة أسألك آخر نعم. ماذا عملت في الأسواق؟ السوق تاع المدينه كاع راك دايم معاك المشريه نتاعك توما بالدين دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح العمه عندكم 90% الاسواق و10% الصلاه ونصح الامه والله الحمد لله كلشي ب 90% الصلاه ب 90% والشراء ب 90% وما مازال ما رانا عند باب السلام ان شاء الله جعلنا كلشي سالمين فيه ان شاء الله اخي نطرح سؤال على سي عبد الوهاب عبد الوهاب خليك متبع كيف قول لي على النهارات قال لي النهار تشوف راهم هنا يوكلوا عليك مولانا وتقلع عليهم النهار واخا تمشي كي وصعيت يلا تفضل يلا نجمعهم الحجم. إن شاء الله إن شاء الله إحنا وياك.